رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتوج زيارته فرنسا بلقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في الإليزي وينقل عنه تأييد سياسة النقيب النفس والعدالة الدولية. ترجم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالقول والفعل دعم بلاده لبنان دولة ومؤسسات، فبعدما خصه بزيارة رسمية أوائل الشهر الجاري التقى خلالها رئيس الجمهورية في قصر بعبدة، هو يستقبل رئيس الحكومة في قصر الإليزي في مشهد ظهر علاقة الصداقة بين الدولتين في توقيت لافت عشية الذكرى 69 لاستقلال لبنان. لقاء 40 دقيقة الذي بدأ ثنائيا فتوسع ليشمل الوفد المرافق أكد خلاله أولاند عدم تدخل فرنسا بالشؤون الداخلية اللبنانية، ولكنه تمنى على كل اللبنانيين أن يعتبروا أنفسهم معنيين بإيجاد حل للأزمة، داعيا إلى وعي أهمية استقرارهم ووحدتهم وتعاونهم على تخطي الأزمات المحيطة بهم. الرئيس الفرنسي أكد دعم بلاده سياسة النأي بالنفس تجاه الحوادث في سوريا، مشيرا كذلك إلى ضرورة عدم نقل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. أولاند كشف عن وقوف بلاده إلى جانب لبنان في تحمل إغاثة النازحين السوريين وتلافي التداعيات الاقتصادية للوضع السوري عليه. أولاند أشار إلى عزم فرنسا دعم الجيش، مشيرا إلى أن النتائج العملية لهذا الدعم ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، انطلاقا من ثقة بلاده بأن الجيش اللبناني هو المؤسسة التي تستطيع تأمين استقرار لبنان. لمست من فخامته التأييد الكامل للسياسة التي يقوم بها لبنان في سياسة النقل بنفس الموضوع السوري. تحدثنا عن مواضيع الساعة بما يتعلق بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي، تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان والدعم المطلوب من قبل الفرنسيين من أجل دعم الاقتصاد اللبناني، تحدثنا أيضا عن موضوع القوات الدولية في الجنوب اللبناني، وتحدثنا عن الجيش اللبناني ودعم الجيش اللبناني في خطته لتزويده بالأسلحة اللازمة. شكرته وأكرر شكري له ولكل القيادة الفرنسية والشعب الفرنسي على الدعم الدائم للبنان. وكان ميقاتي استقبل صباحا السفراء العرب المعتمدين لدى فرنسا، كما التقى الصحفيين العرب والأجانب، ويختتم زيارته بحفل تقيمه السفارة اللبنانية في فرنسا لمناسبة عيد الاستقلال. هذا وأكد ميقاتي في حديث لصحيفة الحياة أن ما من علاقة مع النظام السوري منذ أن تسلم رئاسة الحكومة، مؤكدا أن مصلحته وعلاقاته اللبنانية وكل ما يخدم المصلحة اللبنانية، وعن مخاوفه من تأثير المواجهة المحتملة بين إسرائيل وإيران على لبنان. قال طبعا ستدخل المنطقة عند إذن في حال فوضى، ولكن وفق إعلان بعبدة هناك التزام بأن لبنان لا يتدخل ولا مصلحة لأحد في إشعال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، مستبعدا أن ينفذ حزب الله أي عمل يصب في هذا الإطار. ميقاتي تطرق إلى اتفاق الطائف فرأى ضرورة في استكمال تطبيقه كاملا ووجوب تشكيل هيئة حكماء تحصر الثغرات فيه لكي يتم إصلاحها بأجواء هادئة.